اخبار جدا ضخمه عن مودرن وورفير 4، مودرن وورفير 2 تاكدت 100% ومودرن وورفير 1 مجانا للجميع حاليا. عرفنا اي يوم راح ينزل ماب الزومبي القادم انشنت ايفل لبلاك اوبس 4، وطور بالمولتي بلاير لبلاك اوبس 4 الناس عم يطالبوا فيه من زمان من نزول اللعبه، راح يضيفوه اخيرا. وانتبه تحمل اي العاب بشكل غير قانوني على البلاي ستيشن 4 لانه ممكن تجيك مقاضاه بسعر جدا جدا كبير. تابع الفيديو لتعرف كل التفاصيل. تعرف حال شباب، معكم شركيه فيديو جديد. طيب شباب، هذا اول فيديو من سلسله اخبار العاب. سويت تصويت على اليوتيوب والتويتر، سالتكم بدكم ارجع الاخبار العاديه اللي كنت اسويها، اللي هي كل فتره معظمكم صوت ايه نبي، فاستغربتنا الشيء انه فكرت المعظم راح يصوت لا خلك على الزومبي، بس لا شفت اغلب الناس صوتوا ايه رجعت سلسله الاخبار. فاي راح ارجع لها ان شاء الله، والزومبي ضل على القناه الثانيه. على الاكثر راح يصير هالشيء، لسه ماني متاكد. بس كمان سويت تصويت ثاني، قلت لكم تبون اسوي فيديو كامل فيه كل الاخبار نفس اول، ولا اخليها سلسلتين، سلسله اخبار العاب وسلسله الاخبار العامه يعني. فمعظمكم صوت ايه خليها سلسلتين، اخبار العاب واخبار عامه. فهذا الشيء اللي راح يصير، وهلا هي اول حلقه من سلسله اخبار العاب. فاي وشيء حلو انه دائما بسلسله اخبار العاب راح اغطي اول شيء اخبار كول اوف ديوتي، اي شيء له علاقه بكول اوف ديوتي راح اغطيه اول شيء، لانه ادري معظمكم مهتم في كول اوف ديوتي. بس حاب اذكر انه في الجيف اواي الشهري على سماعه استرو اي 40، السحب بالتاريخ اللي شايفينه قدامكم حاليا. كل عليك تسوي تشترك، تعمل الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه وفعل زر التنبيهات، واترك اي تعليق مع حسابك على انستغرام وتويتر. اتمنى تكتب تعليق له علاقه بالفيديو، وبعدين تحت تكتب حسابك على انستغرام وتويتر، مو بس تكتب الحساب على طول. بس لو ما بدك تعلق على اي شيء على الفيديو اترك الحساب بس وخلاص. فيلا خلينا نبدا بالاخبار. اول خبر عنا اليوم انه كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 ريماستر تاكدت 100% خلاص بشكل رسمي. وكيف تاكدنا؟ في منظمه بيجي، هاي المنظمه اللي لها علاقه برقابه العاب الفيديو باوروبا. اظن معظم الدعايات لما تشوفوها تلاقوا اول شيء كاتبين بيجي 18 انه هاللعبه لفوق 18 سنه، او بيجي 16. فالمهم هاي المنظمه تحط لسته الالعاب فيها مع انه السن المناسب لهاللعبه. فحطوا كول اوف ديوتي مودرن وورفير 2 ريماستر ستوري اونلي، فقط طور القصه. للاسف يعني التسريبات اللي طلعت من سنه سويت عنها فيديوهات انه مودرن وورفير 2 تربت فقط طور القصه طلعت صحيحه، وفقط للبلاي ستيشن 4. ما ادري شو قاعدين يسووا، انه ليش بس طور القصه، ليش بس للبلاي ستيشن 4؟ ما ادري صراحه. الناس قاعدين يقولوا انه ممكن انه راح يحطوا مودرن وورفير 2 ريماستر، بعدين مودرن وورفير 3 ريماستر بس طور القصه، بعدين ينزلوا مودرن وورفير 4 ويكون فيها طور قصه، وعشان شو اسمه عشان يكون الناس اللي ما لعبوا الجزء الاول والثاني للقصه يلعبوها، بعدين على الجزء الرابع اللي هو مودرن وورفير 4 يفوتوا ويكونوا فهمانين القصه. او ممكن التسريب اللي طلع من فتره انه مودرن وورفير 4 راح تنزل بدون طور قصه، راح يكون فيها مالتي بلاير وباتل رويال وهيك، وطور القصه اللي فيها هو مودرن وورفير 2 و3 مع بعض. فممكن يعملوا هالشيء. واللستة هاي اللي طلعت انه مودرن وورفير 2 ريماستر تاكدت، ممكن قصدهم انه راح تكون كجزء من مودرن وورفير 4. فاي في شيء قاعد يصير، بس خلاص تاكدت 100%، ما في اي نقاش عليها. في كثير يوتيوبر فتحوا وشافوها بنفس الثانيه الموجوده اللسته، بس الحين حذفوها، واضح انه ضفوها عن طريق الغلط. والشيء اللي بياكد لنا كمان انه مودرن وورفير 4 قادمه، انه حاليا بكره يمديكم تنزلوا مودرن وورفير 1 ريماستر ببلاش للجميع على البلاي ستيشن 4. اللي عنده بلاي ستيشن بلس، اظن 90% منكم عنده بلاي ستيشن بلس، مجانا مودرن وورفير 4. فليش حاليا، ليش شهر 3 نزلوا لنا مودرن وورفير بلاش؟ عادة شهر 3 يبدأ التلميح على كول اوف ديوتي القادمة. السنة الماضية بشهر 3 حطوا أول تلميح على بلاك اوبس 4، لما كان الفيديو الواحد قاعد يقطع تمثال حديدي أو شيء، بعدين طلع شعار بلاك اوبس 4. فإي جدا واضح إنه هالشهر راح يكون في شيء عن مودرن وورفير 4، ونزلوا مودرن وورفير ريماسترد عشان يعني نوعا ما يدخلوا الناس بحماس بحماس مودرن وورفير، انه يلعبوها ويستمتعوا ببلاش للكل، وبعدين فجاه يشوفوا بعد اسبوعين اعلان مودرن وورفير 4. فاي شيء هيكون جدا جدا رهيب، فنستنى ونشوف. وغير هيك بالنسبه لماب الزومبي القادم انشنت ايفل لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4،
تأكدنا متى رح ينزل عن طريق الاكس بوكس. الاكس بوكس حطوا صورة انه رح ينزل بشهر 4 للاكس بوكس، للبلايستيشن الصورة بشهر 3. نحن مثل ما بنعرف انه تنزل الماب او اي شيء على بلاك اوبس 4 ينزل بعد باسبوع على الاكس بوكس والبي سي. فلو بشهر 4 معناته اول شهر 4 صح، فمعناته رح ينزل بنهاية شهر 3 اللي هو تاريخ 26/3، وبعدين بعد باسبوع 2/4 رح تنزل على الاكس بوكس. ف 26/3 يعني تقريبا خلينا نقول بعد 20 يوم 3 أسابيع ونص تقريبا، وراح نشوف ماب الزومبي القادم فيه ان شاء الله يكون شيء رهيب. كمان على كول اوف ديوتي قلتلكم راح اول شيء راح اخليه دائما لكول اوف ديوتي. على كول اوف ديوتي كمان استوديو تريارك حط فيديو على قناته على اليوتيوب، هالفيديو قالوا راح يعملوا منه دائما سلاسل، شيء عجبني صراحه، واللي هو ابديت. يجيبوا اول شيء ديفيد فاندرهار اللي هو المسؤول البلاك اوت يتكلم عن اشياء للبلاك اوت، بعدين يجيبوا جيسون بلندل المسؤول عن الزومبي يتكلم عن كل شيء للزومبي، بعدين يجيبوا شخص جديد هو مسؤول مالتي بلاير. كان الكل يحسب انه ديفيد فاندرهار هلا اصلع هو مسؤول مالتي بلاير، بس لا، هالكلام صحيح على بلاك اوب 3 و 2 1، بس من جديد خلوه مسؤول البلاك اوت وجابوا واحد جديد للمالتي بلاير. فاي جيبوا 3 اشخاص كل واحد له 5 دقائق يتكلم كل شيء عن طوره، فشيء جدا رهيب. بالنسبه للمالتي بلاير حكوا انه راح يضيفوا جيم مود اللي ما في اي سبيشالست. هذا الناس على ريدت وكوميونتي بلاك اوبس قاعدين يطالبوا فيه من نزول اللعبه، انه نبي جيم مود بدون سبيشالست عشان يحسوا بجو اللعب الكلاسيكي، وقالوا راح نضيف هالمود. ففينك تلعب فايرنج رينج بدون سبيشالست، بدون ما تهيل كأنك قاعد تلعب بلاك اوبس 1 او بلاك اوبس 2، شيء رهيب جدا الناس استمتعوا. وكمان حكوا راح يعملوا ابديتات كثير للبلاك اوت والمالتي بلاير. بالنسبه للزومبي قالوا مع الابديت القادم، اظن مع الماب الزومبي القادم، راح يكون فينك توقف الجيم لو داخل مع اصحابك، الهوست يوقف الجيم، تروح على الحمام، تطلع ترجع وتكملوا كأنك قاعد تلعب سولو، شيء جدا رهيب. وراح يضيفوا نفس الشيء للسبلت سكرين. وغير هيك حكوا انه راح يضيفوا الجونتلت القادم لهالكتراز، هو القطراز. Alright, let's dig into some weapons balancing. So let's start with the Titan. We got a lot of feedback about the Titan from the community. Thank you for all of that. It matches up to what we're seeing here. So a new operation just dropped. With it comes a new gauntlet for classified called Deathcon 5. And then later on, gauntlets for Blood of the Dead and Dead of the Night. We've been listening to all your feedback, and we are hard at work to make the game better with each and every update. And some of the philosophy behind all of our new updates in Operation Grand Heist. For starters, we knew people would play a lot of Blackout, and lots of players have achieved max rank. Okay. فأظن حاليا خلصت من كل أخبار كول أوف ديوتي. مرات الفيديوهات القادمة ما راح يكون فيها الخبر من هالكمية من الأخبار لكول أوف ديوتي، راح يكون خبر أو خبرين. فخلنا نروح للأخبار الثانية. بلاي ستيشن قادت شخص بأمريكا لسبب أنه قاعد يحمل ألعاب بشكل غير قانوني على البلاي ستيشن 4 ويبيع على الناس. مو واحد عنده شركة أو محل، واحد عادي اكتشف طريقة أنه يحمل ألعاب على البلاي ستيشن 4 بطريقة غير قانونية وقاعد يبيعها للناس، يبيع بلاي ستيشن لشخص في تقريبا 20-30 لعبة محملها بطريقة غير قانونية بجيل بريك، فقادوا ب $16,000. اوه مبلغ قوي الصراحة، يعني تقريبا على ريال او الدرهم الاماراتي خلنا نقول تقريبا 45 من 40 ل 45 الف ريال او درهم. تخيلوا هذا شخص يعني مو شركة ما عندها المبلغ، فاي تقريبا جاب العيد هالشخص. اظن معها حق سوني، هذا قاعد يضرهم، قاعد يضر مبيعاتهم. وهون في بالشرق الاوسط كتير محلات قاعدة تسوي هالشي وتبيع العاب اجهزة بلاي ستيشن فيها العاب جيل بريك. عندي صاحبي عنده هالشي بس ما عندي يلعب اونلاين. فاي انتبهوا، بلاي ستيشن شرق الاوسط ممكن تتدخل وتقادي، ما ندري. واخر شيء عندنا اليوم طلعت تسريبات انه اساسن كريد القادمه راح يكون اسمها ليجن، وراح تكون بايطاليا بزمن الرومان وسبارتن وشيء من هالكلام. فاساسن كريد ما خلوا منطقه براحوا عليها، عرب عندك الاجزاء الاولى بالقدس وهيك، فرنسا في بريطانيا من زمان، ما خلوا حقبة بالزمن إلا مغطوها، بلاك فلاك قراصنة غطوها، فحاليا إيطاليا. أظن كمان جزئين ثلاثة خلص راح يكونوا غطوا كل شيء بالتاريخ، ما في أي شيء غطوا، ما أدري وقتها شو راح يسووا، فنستنى ونشوف. وغير هيك واتش دوكس كمان الجزء القادم واتش دوك 3 راح التسريب طلع إنه راح تكون ببريطانيا،
فأظن إنه في تسريبات كانت من زمان إنه جي تي إيه القادم جي تي إيه 6 راح يكون ببريطانيا. فواتش دوغز قالوا أيوة خلنا نسبقهم ونكسر سوقهم وعملوها، لأنه اللي ما يعرف لعبة واتش دوغز نظامها جدا جدا قريب على لعبة جي تي إيه، بس جي تي إيه أفضل أكيد. فأي ها كان كل أخبار عن إيه اليوم، أتمنى تعطوني رأيكم شو رأيكم سلسلة، إذا عندكم أي انتقادات أي شيء تبوني أضبطه أتمنى تفيدونا بالكومنت. وإيه بس أتمنى لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت أراءكم. وبس كنا نقوم بشركيات وشركة كيش كم ديها التاني إن شاء الله.